السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معي في مطبخ الاحترافي مع نعيمه. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير في احسن الاحوال. اليوم بغيت نقدم لكم فيديو جديد، التيراميسو على طريقه ايطاليه ناجحه 100%، كتجي غزاله. نتمنى انكم تتبعوا معايا من الاول حتى الاخر. نبداو على بركه الله. كنحتاج هنايا سافوياردي، هذه راه متوفره في مجمع المحلات الكبار. انا هذه خديتها من الطاليان، ها انتما الشكل ديالها. نحتاج باكية. عندي هنايا القهوة معصرة، اللي غادي تقدر يعني اللي غتعمر لينا واحد الإناء بحال هذا أو ليمون. عندي هنا الكريم شونتي، أنا راني حضرته لراسي، خطرة أخرى إن شاء الله ندير لكم فيديو ديالو خاص. وكنحتاج الشوكولات أو الكاوبيل أو الكاكاو. غادي نبدأ، كناخذ هذه كنغطسها في الشكلاء في قهوة. انا راه ما عنديش شي اناء اخر ولا مول اخر، عريض من التحت بحال الفوق. نحاول نمت هاد الجوانب. دابا غندير الكريم شونتي. هادي بقات هاد الجهه ما غاديش تجيني فيها هكا، غادي نحطها بالعرض، ولكن ضروري غنقص منها، نقص منها وهي قبل ما نحطها في القهوه. انتما كيما شفتوا ندير هكا. غادي نعاود نزيد طبقة أخرى. غادي نكمل لأن القهوة ما كفاتنيش، عاد زدت القهوة بالنسبة لهاد الجهة هادي مع الصغيرة قطعت كما شفتو.
بالنسبه لهاد الجوانب ها نتوما كيما شفتوا قطعتها رقيقه على الطول ديالها. تبقى هي الطبقه الاخرى غادي ندير فيها هاد الكريم شانتيه يبقى انا من بعد ما كملتها غندخلها للثلاجه تبرد لمده ديال نص ساعه ولا 45 دقيقه ونرجع لكم. هذا هو الشكل النهائي ديال التيراميسو اللي وجدت. كما شفتوا انا درت عليه الكاكاو ومن الفوق حطيت واحد بحال المغرفس نوريكم هادو وعاود درت سكر كلاصي هانتوما كيما كتشوفوا كي كتجي وكتبقى اختياري التزيين ديالكم كيف ما بغيتو. هانتوما كيما شفتوا كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم ولاول مره يشوف القناه ما ينساش الضغط على الاشتراك وزر الجرس باش يوصلكم الجديد. نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.